بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. والنهارده فيديو جديد وهام جدا لمن يعمل للترويج على منتجات كليك بانك. شرحنا في كورس الترويج اونلاين للمنتجات كثير من الطرق، وهذا الفيديو خاص بمن يروج لمنتجات كليك بانك وجي فيزو واي منتج بتروج ليه، مع طريقة هامة وخطأ كلنا بنقع فيه للترويج للمنتجات وما بنحققش مبيعات بسبب هذا الخطأ. تابع الفيديو للنهاية حتى تستطيع انك تستفيد من هذه الطريقة، وان لم نستطع شرح في فيديو فيكون في تكملة ان شاء الله لهذا الموضوع بالذات. قبل ما نبدأ بذكرك إذا كنت أول مرة تشاهد قناة شرح زي التعليم بالضغط على سبسكرايب أو الاشتراك والضغط على زر الجرس وتفعيل حتى يصلك الجديد مما نقدمه على هذه القناة من الموضوعات الهامة والمفيدة بإذن الله تعالى. زي ما واضح من العنوان، هنروح على موقع كليك بانك، على حسابي في كليك بانك، وده حساب مفتوح للشرح بنشرح فيه كل ما نروج له من منتجات اونلاين ازاي نروج. فده حساب قديم قعدت فتحه او الاهتمام به حتى اشرح. دي المبيعة اللي حققناها 37 دولار من بيع منتج من منتجات انقاص الوزن. ده ريفرش للصفحة اهو، وكان في 15 فبراير ده البيعة دي تمت، والربح 37 دولار 75 سنت. طيب نبدأ كده الموضوع من البداية. الموضوع او الخطأ اللي احنا بنقع فيه، وانا كنت من الناس اللي بتقع في هذا الخطأ، هو انك تروج تاخد اللينك بتاع المنتج اللي انت بتروج ليه، وبعدين تبعت الزبون يضغط على اللينك مباشرة. هذه الطريقة فيها شيء من التنفير لهذا المشتري او هذا الرجل اللي دخل على اللينك او هذا الزبون اللي عايز يشتري، ولكن لابد انك تعمل عملية تشويق كويس وتديله معلومات عن هذا المنتج، لانه قد لا يدري كويس ما هذا المنتج، او ان صفحة المنتج تكون فيها كلام كتير، فهو زي ما بيقولوا بالمصري هيزهق هيمل، عايز معلومات ثابتة، معلومات مفيدة بسيطة تعرفه على هذا المنتج. فبتضطر ان انت تعمل صفحة هبوط جميلة زي الصفحة اللي قدامك دي للمنتج اللي احنا بعناه وحققنا منه مبيعات. طيب صفحة الهبوط ديت او البيج لاندنج بيج اللي هي زي ما بيسموها دي بتتعمل ازاي؟ طبعا في ناس كتير بتشرح طريقه لعمل صفحات اللاندنج بيج، سواء كانت عن طريق مواقع مدفوعه او مواقع غير مدفوعه. احنا شرحنا في طريقه قبل كده عن طريق موقع ويكس، وصفحات ويكس بطيئه جدا، ولكن وركز معايا، احنا هنعمل النهارده وهنتعلم نعمل صفحة زي اللي قدامك دي على مدونة بلوجر. طب ايه مميزات مدونة بلوجر؟ لك ان تعلم ان مدونات بلوجر اول شيء محبب لمحركات البحث. دائما جوجل يأرشف مدونات بتاعته وبيظهر في محركات البحث، ايضا سريعة الظهور، يعني مجرد الضغط بتحمل الصفحة بسرعة، ودي سرعة تحميل الصفحة مهمة جدا حتى ما يزهقش الزبون او المشاهد للصفحة ويهرب منك. طيب الصفحة دي بالطريقة دي فين المدونة وفين شكل المدونة اللي احنا متعودين عليه؟ ده اللي هنعرفه، وركز معايا. في البداية بتروح لأي ايميل عندك على جيميل وبتدخل على بلوجر. كويس، بعد ما بتدخل على بلوجر بتختار انك تعمل مدونة جديدة.
فبالضغط على السهم ده بتنزل هنا تحت وبتقول له نيو بلوج، نيو بلوج، وبتختار هنا الاسم بتاع المنتج اللي انت بتروج له وتحاول تغير فيه. زي ايه؟ زي المنتج اللي قدامك ده. المنتج اللي قدامك ده اهو اسمه داي دي سيميتوري سيميتر، واحنا ضفنا كلمة ريفيو وبعدين بلوج سبوت دوت كوم. دائما استخدم ريفيو او انفورميشن، معلومات عن كذا، وتختار اسم ظريف وجميل للمدونة. خلاص احنا اخترنا اسم المدونة وعملنا المدونة مع اي قالب من هذه القوالب، وبعد كده بتقول له كرييت بلوج. خلاص عملنا البلوج وفتحنا البلوج. ازاي بقى هنغير البلوج ده ونخليه زي الصفحة اللي انت شفتها دي؟ الامر بسيط جدا. بعد الاختيار البلوج بتاعك او المنتج، وبتكتب موضوع من واقع صفحة الترويج للمنتج. ادي صفحة الترويج للمنتج، اتحمل اهي، دي صفحة الترويج لمين؟ للمنتج. بتاخد تقرا صفحة المنتج، طبعا لازم تعرف كويس جدا المنتج اللي انت بتروج له، ده شيء مهم علشان تشرح وتعمل صفحة لاندنج بيج. ادي الصور اهي، كام صورة كويسين كده تحتفظ بيهم. بعد الصور بتجيب معلومات قيمة او بتقرا الكلام ده وتحاول تلخصه. زي ايه؟ زي الكلام ده هو بيقول لك هنا ان المنتج ده هو اللي اسمه ديسميتورز، ده هو ده برنامج جديد لفقدان الوزن، ينظف الجسم ويخلص الجسم من الدهون. الترجمة طبعا فيها اخطاء بتاعت جوجل، كويس، لأي شخص تقريبا يفقد 21 لطف 21 يوم، والابحاث الطبية وامتدت على مدار مئات السنين، وانها اثبتت ان هذا البرنامج كويس وانه مفيد لانقاص الوزن. الكلام ده كله كويس تكتبه او تجيبه من واقع الصفحة وتكتبه في صفحة الهبوط دي، كويس، وتجيب الصور. ادي الصور، مجموعة من الصور من واقع صفحة مين؟ صفحة المنتج. وبين كل فقرة من الفقرات دي هتقول له مثلا كليك هير مثلا حتى تصل لمعلومات، او سي مور انفورميشن، شاهد معلومات اكثر، كويس. طبعا هنا بعد الكلام ده سي مور انفورميشن بالضغط عليه هيحوله لصفحة مين؟ المنتج. يبقى انا هنا صفحة الهبوط ما بين يعني حلقة وصل ما بين الشخص اللي هيشتري وما بين صفحة المنتج، بياخد معلومات كويسة وبسيطة وسريعة، كويس، عن المنتج. وكمان بتحط له ده قصة الاتنين دول، او قصة الراجل الشاب ده هو ازاي كان وزنه كذا وبقى وزنه كذا، وتحطها كده شوية معلومات جمال كده تشويق لمين؟ للزبون. وده اللينك بتاعك سي مور انفورميشن، شاهد معلومات اكثر. اضغط على هنا، بالضغط على ده بيحوله لصفحة مين؟ صفحة المنتج. هنروح بقى نشوف دلوقتي ايه الكلام ده كان مكتوب ازاي واحنا عملناه ازاي. الكلام ده عادي جدا، لو احنا شفنا السيتنج اهي، او الـ هنا الـ بتيجي تكتب بوست جديد، نيو بوست، عادي جدا زي اي بوست. انت خلاص معاك الصور ومعاك الكلام، فبتكتب نيو بوست. بعد ما بتكتب نيو بوست العنوان والكلام هنا خلاص والصور، وبتنزل الصور، وبتنزل عن طريق اللينك، اللينكات بتاعتك، كلام الناس اللي عارفه بلوجر عارفه الكلام ده. بتضغط على بدل ما هو كومبوز بتضغط على HTML، فبيتحول الكلام الى HTML. بتضغط على ايه؟ HTML اللي هي دي، يعني لغة ال HTML. بتنسخ ال HTML دي، بتنسخها وبتاخدها كوبي وبتحتفظ بها. وبعدين بعد كده بتروح لمين؟ بتروح للسيم، حاجة اسمها السيم أو القوالب بالعربي. أما بتضغط على سيم أو القوالب بتنزل هنا تحت
كويس. طبعا السيم هنا متغير او احنا غيرناه، هشرحها لك على موقع اخر. دي مدونة تانية عشان ما نلخبطش المدونة ايه الاولى. فبننزل تحت هنا وبنقول له نيو، اهو نيو بلوج، بنختار اي اسم، اي اسم، اي اسم، خلاص. وادي العنوان بتاع البلوج، وده اي اسم للبلوج، خلاص اهو، خلاص. اتفاعل معانا، هنختار اي تمبليت وهنقول له كرييت، تمام. خدنا هنا هيفتح لك طبعا ده، خلاص ادي المدونه الجديده اهي، مدونه بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص، كويس. وبعدين هنروح نحط فيها الكلام اللي احنا كاتبينه عن المنتج، هنقول له نيو بوست عشان نحط بوست جديد خالص، وهنروح كده ننسخ الكلام ده اهو علشان ما نضيعش وقت، ننسخ الكلام ده كده اهو، ناخده كوبي، وبعدين هنروح نحطه في المدونة اللي احنا عاملينها جديد. طبعا احنا عاملين اي اسم واي مدونة، نحط طبعا العنوان اي حاجة كده، بس بوريك هتشتغل ازاي. خلاص هذا الموضوع اتعمل اهو. بعد كده هضغط على HTML، جالي الكلام اللي انت شفته ده، هاخده كده كله كله كوبي، وبعد كده هنعمل ايه، خلاص ارجع كده للكلام خالص، وبعدين هنروح للسيم او القوالب حسب اللغة اللي عندك، وبعدين هنقول له ننزل تحت خالص خالص، بيقول لك ايه revert to classic theme، انت عايز تروح للسيمات او القوالب الكلاسيكية القديمة، وهتقول له revert classic theme، فجاب لك هنا قوالب اهي، قالب فيه HTML اللي هي دي. كل اللي احنا هنعمله ايه، هنيجي على السيم ده او القالب ده، هنفرغه من اللي فيه ازاي، هناخده كده كله لتحت، وبعدين هنشيل القالب الكلام ده كله كده، القالب فاضي. خد بالك ان احنا واخدين ايه، بعد ما عملنا البوست ده، ما عملنا البوست هنا تحت فين هنا، واخدين كوبي، واخدين كوبي بعد ما عملنا الموضوع، خدنا بعد ما عملنا الموضوع ده اهو، بعد ما عملنا الموضوع هنا واخدينه كوبي هنا، هنروح نحطه هنا باست اهو، اللي احنا واخدينه كوبي بعد ما عملنا الموضوع وضغطنا على HTML وخدناه ايه كوبي، وتقول له سيف سين كده. هو حفظ مين؟ حفظ القالب. حفظ ايه؟ القالب. تعالى كده نشوف المدونة اللي احنا عاملينها دلوقتي. شفت بقى الكلام؟ جت هي كل دي صفحة اهي. طيب في هنا بقى الشريط الازرق اللي هو فوق ده، اللي هو بتاع البلوجر ده. الشريط ده ظاهر، بيبقى ظاهر كده عندك. انت عايز تشيل الشريط ده، بتضغط على كلمة مور او لا، بينشال من الداخل. هتزهق تروح لسيم هنا، وكلمة هنا بلو هتضغط عليها، وهتضغط على كلمة اوف، يعني شيل لي الكلام ده، وقول له ابجريد سيم. هنروح للسيم بتاعنا اللي هي ايه، صفحة الهبوط، وهنعمل لها ريفريش. ما جاتش، يبقى احنا ما حفظناش مين السيم من الاول. رجعنا تاني حفظنا سيف سيم، حفظناه، وبعدين من خلال كلمة اللي هو الاوف دي او البلو دي، عملناها ضغطنا على اوف، طلع لنا مين، هنقول له فيو بلوج،
شوف بقى المدونة بتاعتنا، راح الشريط الأزرق اللي فوق وبقى معانا صفحة هبوط تمام. خد بالك دي غير صفحة الهبوط اللي أنا عاملها لك الأساسية اللي احنا عاملينها اسمها أي كلام ASCDX، دي غير دي، غير الصفحة اللي هي الأساسية اللي هي الصفحة ايه الأساسية اللي هي دي اللي احنا واخدين الكلام منها عشان ما نضيعش وقت، اللي هي بتاع المنتج الحقيقي فعلا. دي كده انت بتستطيع انك تعمل صفحة هبوط جميلة جدا، كويس ومهمة وسريعة. خلاص يعني لو خدت ده كده كوبي، ودي معمولة بقالها يومين، ورحت على محركات البحث بعد كده. خد بالك انت بتعمل اضافة لمحركات البحث، بتعمل اضافة لمحركات البحث، يعني بتاخد الكلام ده وبتضيفها لمحرك بحث جوجل، تضيفها لمحرك بحث ايه جوجل علشان تبدأ تظهر في محركات البحث. طبعا هي ما هيبقاش عليها زوار الا من التوجيه لك، يعني انت بتروج لها، بتعمل لها عملية ترويج. ولو عملت بحث ارشفها، ودي معمولة بقالها يومين فقط، ارشفها اهو، ادي المدونة بتاعتنا اهي فعلا ظهرت في محركات البحث، اما حطيت اسمها ظهرت اهي. بكده انت تستطيع انك تعمل لكل منتج صفحة هبوط. يبقى الترويج بيبقى عن طريق صفحة الهبوط، تحول الزبون الى صفحة الهبوط الاول، تديله معلومات بسيطة وخفيفة كويس ما يزهقش منها، وبناء عليه لو اقتنع بالكلام بتاعك بيضغط على اللينك اللي انت حاطه ده وبيروح لصفحة المبيعات. طبعا الفيديو طول فيه كلام كتير ومعلومات هامة جدا، كويس ازاي تروج او اماكن الترويج اللي انت ممكن وتستطيع انك تروج لها بسهولة، ده هيكون موضوع الحلقة الجاية ان شاء الله. فتابعنا وما تنساش ايضا دعمنا بلايك تعليق، وايضا دعم قناتنا الاخرى اللي نضع اللينك بتاعها في الديسكريبشن بالاشتراك ولايك لهذه القناة. اتمنى ان اكون وصلت لك فكرة جيدة، كويس هي فكرة المحترفين في التسويق، ولن ابخل عليكم بمعلومة. اتمنى للجميع التوفيق والنجاح. وقبل ما اخلص او ننهي، الان كليك بانك بيرفض التعامل فتح حسابات مع العرب، ان شاء الله هنحاول نشوف الموضوع ده وهناك حل اكيد، فاستنظرنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.